الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بداية أحييكم وأتمنى لكم درسا شيقا مع القطع المكافئ يقدمه الأستاذ خليل الأحمد. القطع المكافئ البارابولا له تطبيقات كثيرة في حياتنا اليومية. قد نجد أن هناك الكثير من نوافير المياه على شكل قطع مكافئ، ونجد أيضا القطع المكافئ في تصميم الجسور، وأيضا نجد أن القطع المكافئ موجود في تصاميم العمارات أو الهندسة المعمارية. ستجد أن بعض البيوت معظم النوافذ أو الأبواب تم تصميمه على شكل قطع مكافئ، ونرى هذا أيضا كثيرا في الزخرفة الإسلامية في المساجد، نجد أن هناك القطع المكافئ موجود. إذن القطع المكافئ موجود أيضا، ونجد أن القطع المكافئ موجود في شبكات الطرق، حيث أن والجسور أيضا، حيث ترى أن القطع المكافئ وفي الدوارات. إذن هذا أعطيت فكرة بس عن القطع المكافئ وتطبيقاته في الحياة العملية. ننتقل لتعريف القطع المكافئ. القطع المكافئ يعرف كما في الناحية الهندسية، إذن هو مجموعة جميع النقاط في المستوي التي تبعد مسافة واحدة عن نقطة معطى تسمى فيما بعد البؤرة، ومستقيم معطى يسمى فيما بعد الدليل. لننظر إلى الشكل. طبعا هذه النقطة BXY تمام تبعد عن نقطة معطى اللي هي البؤرة مسافة واحدة من مستقيم معطى اللي هو الدليل. لاحقا لاحظ معي هاي البؤرة وهذا هو الدليل طبعا، وهذا الرأس الفيرتكس والدليل دايركتريكس. طبعا هاي كتعريف من الناحية الهندسية للقطع إذن المكافئ. الآن لنبدأ التعرف إلى أنواع القطع المكافئ. أنواع القطع المكافئ، هناك نوعان للقطع المكافئ، الأفقي والرأسي. أيضا الأفقي هناك نوعان للقطع الرأسي، القطع الأفقي طبعا مفتوح لليمين إذا كانت الـA أكبر من الصفر، هذا شكله، ومفتوح إلى اليسار إذا كانت الA طبعا أصغر من الصفر، وهذا شكله أيضا. وهذه هي الصيغة القياسية X تساوي A مضروبة طبعا بمقدار Y ماينس K الكل على قوس تربيع زائد H، حيث أن الـ H والـ K هم إحداثيات الرأس، وعندئذ التغيير يكون على كون القطع أفقي بهالحالة، والتغيير راح يكون على الإحداث الأول. فالإحداث الأول البؤرة تساوي H، إحداثيات الرأس مضاف إليها 1 على 4 A، والدليل أيضا راح يكون البؤرة بحضن القطع والدليل خلف القطع، لذلك الدليل H نفس المقدار، التغيير على X طبعا ناقص 1 على 4 A، محور التماثل يساوي هو Y تساوي K الرأس تماما. الآن لو انتقلنا إلى الفرع الثاني من أنواع القطع اللي هي القطع الرأسي، قد يكون مفتوح للأعلى وهذا شكله، وحيث أن الإي أكبر من الصفر، أو مفتوح إلى الأسفل وهذا شكله open down، وطبعا عندي الإي أصغر من الصفر، ومعادلته القياسية Y تساوي A بX minus H الكل على قوس تربيع plus K، طبعا حيث الـ H والـ K هي الرأس، والتغيير هنا على الواي، كون القطع رأسي فالتغيير يكون على الواي، فالإتش هنا ثابتة، لاحظ معي، لكن الكي تساوي البؤرة تساوي كي زائد 1 على 4 A، لأن التغيير أصبح على الواي، لأن القطع رأسي، وهنا عندما كان القطع أفقي كان التغيير على الإحداث الأول إكس، إيش تساوي 1 على 4 A، لاحظ المقارنة، حبيت أنه الطالب ينتبه لهذه النقطة، أين يكون القطع رأسي، فالتغيير على الواي. أفقي فالتغيير على الإكس نعم، والمحور التماثل X تساوي H، والدليل راح يكون خلف القطع، لذلك K minus 1 over 4A. بهالشكل هذا أنا أعطيت فكرة عامة عن أنواع القطوع المكافئة، سواء كانت أفقية يمين يسار ورأسية up down، كل هذه الأمور لابد من الطالب ينتبه، والمعادلة القياسية. الآن لنبدأ بالأمثلة، لنأخذ المثال، حدد عناصر القطع المكافئ ومن ثم مثله بيانيا. اوكي، x تساوي minus 1 over 4
سكوير واي. طبعا اكس يساوي سالب 1 على 4 واي تربيع. المطلوب مني احدد عناصر القطع. عناصر القطع عندي اول شيء الاتجاه. لاحظ معي كون الاتجاه افقي. طبعا لاحظ معي افقي لوين؟ لليسار. ليش؟ لانه الاي سالب 4 في اشاره سالب. كيف استطيع ان احدد انه افقي او راسي؟ طبعا كون التربيع الواي، اذا المقدار الذي ليس عليه تعبيء تربيع هو الاكس، فالقطع هنا افقي. طيب لاحظ الاي ماينس 4 سالبه، فهو افقي لليسار. نحسب الان الواحد على 4 اي تساوي 1 4، بدل اي نحط ماينس 1 على 4 مضروبه ب 4 بيطلع ماينس 1 الجواب النهائي. اوكي الان مطلوب مني احداثيات الراس. احداثيات الراس اتش كي تساوي طبعا 0 0. نعم طبعا. والبؤرة طبعا قطع افقي، فالتغيير على الاحداث الاول على الاكس حسب القانون فهو اتش زائد 1 على 4 اي، ف 1 على 4 حسبناها سالب 1، فسالب 1 0. الان محور التماثل طبعا هو المحور واي تساوي 0 طبعا، وهو محور الاكس طبعا مواد المحور اكس. الان الدليل، الدليل نفس البؤرة لكن ناخذ ماينس 1 على 4 اي وتساوي طبعا الناتج يساوي 1، اذا اكس تساوي. الان ناتي الى الوتر البؤري. الوتر البؤري حسب القانون بالقيمة المطلقة 1 على اي بالقيمة المطلقة، 1 على اي بالقيمة المطلقة، اذا 1 على سالب ربع بالقيمة المطلقة، يعني على ربع بيطلع الناتج ربع 1 4 سوري، بيطلع الناتج 4. إذا نضرب بمقلوب الكسر الثاني فيطلع الناتج 4، ولازم ناخذ الناتج بالقيمة المطلقة فإشارة موجبة هنا. الآن الرسم، هاي لوحة الإحداثيات. إذا نبدأ نحدد الرأس، النقطة 0 0، هاي النقطة 0 0 كما ترون. عندئذ ناخذ البؤرة تكون بحضن القطع. لاحظ معي هي النقطة الإحداثية السالب 1 0. نعم، والقطع أفقي لليسار، وهي الدليل. إذا المسافة ما بين المركز أو الرأس والبؤرة، إذا بمقدار 1 لليسار ومقدار 1 لليمين نفس المسافة طبعا، والقطع أفقي لليسار، وبهذا يكون تم إنهاء هذا المثال. الآن ننتقل إلى مثال آخر، وهي رسمة الدليل قبل أن ننتقل. ننتقل إلى المثال الآخر. المثال الآخر يقول اكتب y تساوي x تربيع ناقص 6 x زائد 4 بالصيغة القياسية، وحدد رأس القطع ومحور تماثله واتجاهه. طبعا عندما تكون معادلة القطع المكافئ بصورة غير قياسية لا أستطيع مباشرة أن أحدد عناصر القطع المكافئ، إذا لابد أن أستخدم الإتمام إلى مربع كامل. لاحظ معي هذه هي المعادلة، y تساوي x تربيع سالب 6 x زائد 4. كيف أتمم إلى مربع كامل؟ لنرى. إذا لاحظ معي y تساوي x تربيع ناقص 6 x، ناخذ نصف أمثال ال x 6، نصف أمثال ال 6، نصف 6 كام؟ 3، 3 تربيع، هاي 3 تربيع، نضيف 3 تربيع ونطرح 3 تربيع، هاي زائد 4 ما بقيت كما هي. الآن الثلاث حدود الأولى هاي مربع كامل. كيف مربع كامل؟ لنرى، نفتح قوس، حط إكس إشارة الحد الثاني، وناخذ نصف أمثال الإكس ثلاثة تربيع. طبعا ما تبقى لدينا خارج القوس اللي هي سالب ثلاثة تربيع زائد أربعة، في إيجاد الناتج هاي إكس ناقص ثلاث القوس تربيع ناقص تسعة زائد أربعة، فيساوي x ناقص 3 على القوس تربيع، إذا ناقص 5. أصبحت المعادلة بالصورة القياسية، ولاحظنا هنا لا يوجد تربيع على الواي، فمعناته القطع هنا شو؟ رأسي. إذا القطع من الاتجاه القطع رأسي، والإيه هنا موجبة لأن الإيه هنا تساوي 1. إذا الإيه رأسي للأحلام كون الإيه موجبة. عفوا،
إذن الآن نستطيع أن نقول إذن الـ A نحسب الـ A اللي تساوي 1، نحسب الـ 1 على 4A وتساوي 1 على 4 تماما، الـ A 1 عوضنا فالناتج يكون 1 على 4. الآن الرأس إحداثيات الرأس من خلال المعادلة نجد إحداثية الرأس 3 سالب 5، البؤرة طبعا قطع رأسي فالتغيير راح يكون على الواي، طبعا الاتش تبقى ثابتة وهذا القانون K زائد 1 على 4 إيه. الآن نطبق هذا القانون الاتش 3 الK ناقص 5 زائد 1 على 4 تماما. الآن بقي لدينا محور التماثل، المحور التماثل يطابق صيغة التربيع، فالتربيع الإكس فمحور التماثل إكس، إكس يساوي كم؟ يساوي إكس الرأس، إكس يساوي 3. أما الدليل نفس البؤرة لكن الدليل هو واي تساوي كي، طبعا لنا تغيير على الواي بس ماينس 1 على 4 اي ويساوي ناقص 5 ناقص ربع، يعني ناقص 5 وربع. إذا الآن الوتر البؤري اللي هو بالقيمة المطلقة 1 على اي، عملية تعويض بسيطة جدا، 1 على اي والاي حسبناها نحن 1 فواحد على 1 1. الآن نأتي إلى عملية الرسم، محدد الرأس 3 ماينس 5 بهذا الشكل، طبعا نقطة هنا نتيجة الرسم تمت إزاحتها نتفة صغيرة، نأسف عن هذا الخطأ الصغير لكن المفروض تكون هنا على 5 تماما. أوكي الآن نحدد البؤرة تمام بهذا الشكل ونحدد الرسم طبعا ونجد أن الرأس يقع تماما على الثلاثة سالب 5، لكن هذه النقطة باللون الأحمر هي حتى نعرف الدليل أين، أين الدليل، نرسم المستقيم الذي يمر منه أو النقطة التي يمر منها الدليل. لاحظ معي الآن هذا هو محور التماثل وهذا هو الدليل، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التمرين وحددنا جميع عناصر قطع المكافأة. أشكركم على حسن الاستماع وإلى لقاء آخر في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.